بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دخلنا المحاضرة الفاتت إخوان في موضوع الإتريشن أو التكرار، وقلنا إنه في كل لغات البرمجة وفرت لي جمل تساعدني على تكرار بعض الأوامر التي أحتاج إلى تكرارها، القراءة، الجمع، الفحص، القراءة، الفحص، كذا. كل هذه الجمل التي أحتاج إلى تكرار أكثر من مرة، في جمل تكرارية تساعدني على تكرار هذه الجمل. الجمل التكرارية أخذنا يمكن أشهر جملة، وهي موجودة في كل لغات البرمجة، لا توجد أي لغة برمجة بدون ما تحوي جملة التكرار اللي هي الوايل. وأخذنا الوايل كذا مثال بسيط، كيف أنك تطبع اسمك أو تطبع ثانك يو أكثر من مرة. وقلنا يا سيد العزيز إنه في عندنا، لو تتذكروا المحاضرة اللي فاتت، في عندي أنا إيش نوعين، تتذكروا ولا ما بتتذكروا؟ نوعين من التكرار. في عندي شيء اسمه definite loops، قلنا التكرار المحدد بقيمة أو المنتهي، وهذا لازم تستخدم وشو؟ عداد. تستخدم عداد، وضربت لك أمثلة، قلت لك read 10 numbers and find summations، اقرأ 10 أعداد وجمع. فأنا حددت لك عدد المرات اللي هي القراءة والجمع، قراءة وجمع، قراءة وجمع، كم مرة تتكرر؟ 10 مرات. هنا read numbers and find the average، برضو الـ average عشان نحسب الافرج لازم نوجد السميشن اللي هو مجموع السبع اعداد، فانا قراءه وجمع، قراءه وجمع سبع مرات، بعدين نحسب الافرج. هنا راح نشوف انه في عندي عمليه المقارنه عشان اوجد الماكسيمم والمينيمم، فهنا راح تتم تسع مرات بناء على انه اول واحد لا في مقارنه، لكن تسع مقارنات. فهنا تجد عدد المرات او عدد جمل او عدد التكرارات راح يكون محدد في السؤال. لما يكون محدد بالسؤال على طول نستخدم، قلت لك، كاونتر، عداد. ولما نجيب سيرة العداد، في ثلاث أمور تعرفها زي اسمك على العداد. وش الأمور الثلاثة عندما نستخدم العداد في برنامجنا أو في التكرار؟ وش الثلاث أمور؟ القيمة يا دكتور، هذا رقم شيء، القيمة الشيء الابتدائية الثاني العداد. القيمة الابتدائية، وهي القيمة الابتدائية للعداد لازم تعطي قيمة ابتدائية. الشيء الثاني إنه العداد يكون شرط للتوقف، هذا في الأسئلة اللي بيكون ديفينيت لوبس، عدد العمليات مكرر، عدد التكرارات مكرر، فلازم يكون شرط للتوقف في العداد حتى يصل قيمة معينة. والشيء المهم قلنا عنه، وهي تغيير قيمة العداد أو زيادة العداد أو نقصانه. المهم تغيير ما يصير قيمة العداد على أساس إنه لو نسيت هذه الجملة، قلت لك راح يصير عندك انفينيت لوبس، لن ينتهي اللوب وراح يظل معلق. وقلت لك لو وضعت هذه الجملة ولكن وضعتها في غير مكانها، يعني مش داخل الوايل، أيضا هذا خطأ. شوف، كتبتها ولكن خارج الوايل، هنا راح يظل معلق داخل الوايل ولن يخرج. فلازم تكون هذه الجملة اللي هي التعديل تابع على جمل الوايل، جملة التعديل على العداد تابع على جمل الوايل. هذا اللي أخذناه المحاضرة اللي فاتت. راح نستأنف مع بعض يا شباب عشان ما تأخذ. طبعا أخذنا أمثلة زي هنا، اطبع لي ليثر رينز، ويا ريت يا شباب ترجعوا للمحاضرة السابقة تعرف ايش الاخطاء. في عندي جملتين يا اخوان استطيع استخدامهم هنا داخل جمل التكرار، في جملتين متاح لي، مش اجبار، متاح لي استخدامهم داخل جمل التكرار، اللي هي البريك والكونتينيو. البريك والكونتينيو استطيع استخدمها داخل جمل التكرار زي الفور زي الوايل، وكل واحده لها وظيفه. بريك مثلا، بريك اذا صادفنا او صادف البايثون كلمه بريك او تعليم بريك داخل اي جمله تكرار، معناها اخرج خارج جمله التكرار وكمل البرنامج. اذا معنى بريك ايش معناها؟ اخرج خارج جمله التكرار وكمل البرنامج، كمل التعليمات اللي هي للبرنامج. يعني both these statements، هذه الجملتين اللي هي البريك والكونتينيو، you can use them inside loop، لا تمكن استخدامهم داخل جمل التكرار زي الفور زي الوايل. هدفهم هو حفظ وقت المعالج. بالنهاية ليش بستخدم بريك وكونتينيو؟ في لها أكثر من سبب، لكن من أعظم الأسباب لها إنها تحفظ من وقت المعالج، تحفظ وقت المعالج. If something happen don't lose the CPU time، ما في داعي تضيع وقت السي بي يو. شلون يا أستاذ؟ يعني مثلا بضرب لك مثال بسيط، إنه أنا رجال هنا بدي أقوم بمعرفة هل هذا العدد أولي ولا غير أولي. راح يجينا هذا السؤال إن شاء الله، راح نحله، بس مش المحاضرة هاي، المحاضرة القادمة إن شاء الله، إن الله كتب لنا عمر. البرايم هو إنك أنت العدد حتى نحكم إنه أولي، لازم تقسم هذا العدد وليكن خمسة على جميع الأعداد اللي بين الواحد والخمسة، يعني اثنين ثلاثة أربعة.
إذا تقسم الخمسة على اثنين وتشوف هل بيعطي باقي ولا لا. إذا أعطى باقي بنروح على الرقم اللي بعده اللي هو ثلاث، نقسم خمسة على ثلاث أعطى باقي، بنروح على العدد بقى. لو إنه مثلا الرقم ثمانية، هل هو عدد أولي ولا غير أولي؟ فبدأ أشوف، معناته بدأ أخذ الثمانية وأقسمه على الأعداد اللي بين الواحد والثمانية اللي هي من اثنين إلى سبعة، فبقسم الثمانية على اثنين. لاحظ هنا لما قسمت ثمانية على اثنين طلع بدون باقي، إذا ما في داعي أكمل ثلاثة أربعة خمسة. فهنا بكتب جملة بريك، بقول إذا قبل القسم اللي هو النمبر اللي هو الثمانية على العداد اللي هو راح تطاوح قيمته بين اثنين إلى السبعة، بدأ إذا لقى بدون باقي ما في داعي تكمل، اطلع برا جملة الوايل خلاص، لأنه هذا ما هو عدد أولي، قسمنا على اثنين وطلع بدون باقي، إذا هو ليس عدد أولي. بضرب لك بس مثال لسه احنا ما أخذنا. الكونتينيو عكس البريك، البريك طلعني برا جملة الوايل أو جملة الفور، الكونتينيو لا ما تستنى تكمل جمل الوايل، لما تصادف كونتينيو ارجع مرة ثانية فوق على الوايل وابدأ وايل من جديد، يعني روح على الوايل من فوق وابدأ الوايل من جديد. راح نشوف الآن لاحقا، خلينا نمشي مع بعض يا شباب ونفهم البريك والوايل. طبعا هو عطيك مثال، خلينا نبدأ فيه بالبريك زي هذا المثال، خلينا نعمله كوبي وبيست، يا ريت مع بعض نعمله كوبي وبيست. طبعا يا شباب قبل ما اخذ المثال هذا بس ظل في تنويه عن النوع الثاني، لو تتذكروا النوع الثاني، النوع الاول قلنا ديفينيت لوبس اللي هو تحدد عدد المرات، اقرا 10 اعداد وجد لي ماكسيمم والمينيمم، هذا بدك تستخدم عداد، وثلاث امور تحسبهم في بالك لما تستخدم عداد، قيمه ابتدائيه للعداد، العداد يكون شرط التوقف، وزياده العداد او نقصان او تعديل على قيمه العداد داخل جمله التكرار اللي هي الواي والفور. هنا السؤال الآخر أو الصنف الآخر من أسئلة التكرار، في عندي تكرار ولكن غير محدد عدد المرات، هذا بنسميه indefinite iteration، تكرار غير محدد عدد المرات. هنا لازم لما ما يحدد لك عدد المرات يستعيض عنه بذكر شرط التوقف، ما ينفع أقول لك والله اقرأ لي أعداد وجد لي summation واسكت، كم عدد الأعداد؟ ما أبغى أعطاك عدد الأعداد، لو أعطاك عدد الأعداد ريحني خلاص استخدمت عداد، لكنه ما أعطاك عدد الأعداد، لازم يعطيني إذن شرط للتوقف. أخذنا مثال المحاضرة الفاتت لو تتذكروا، لما ندخل الهاش تتذكروا، اقرأ أعداد وجد لمجموعهم حتى أدخل هاش توقف وخلاص طلع لي الناتج مجموع، أخذنا هذا المحاضرة الفاتت تتذكروا ولا لا؟ على العموم إذا ما تذكرتوا راح نشرح مرة ثانية اليوم، أو إنك تقرأ أعداد and find the average until you enter finish حتى تدخل كلمة finish، أو أوجد إيش أعداد مين الماكسيموم منهم، اقرأ أعداد وشوف مين الماكسيموم والمينيموم حتى تدخل ناقص ألف، بعدين يطلع لك النتيجة اللي هي مين أكبر قيمة بين هذه الأعداد. هذا مسمى definite لأنه ما حدد لي عدد التكرارات. طيب نأتي إلى البريك الآن اللي حكينا عنها إنه إيش وظيفة البريك، خلينا نعمل كوبي وبشكل سريع عشان هذا كوبي وهذا بيست. شوف هنا التعليمات بدنا نتناقش فيها، هنا عندك ال n تساوي صفر وهنا استخدم البريك. الان هنا n تساوي صفر، هل ال n اكبر مساوي صفر؟ هذا الشرط صح ولا خطا؟ true ولا false؟ true. طيب الان هنا دخل جمل الوايل، كم جمله تابعه للوايل؟ مين يقول لي كم جملة تابعة للوايل هنا؟ ثلاثة. كم؟ ثلاثة. ثلاثة. ما في جواب آخر؟ خمسة. خمس جول تابعة، ما في جواب آخر؟ أولاً هي ليست خمس جمل، هي أربع جمل. الجملة الأولى هذه الوايل الثوب متغير، راح يأخذ القيمة من الانبوت من لوحة المفاتيح الخزينة في الثوب. جملة الفور هذه جملة واحدة، جملة if then هذه جملة واحدة فصار جملتين، جملة البرنت الأولى ثالثة، جملة البرنت الثانية الرابعة. أما هذه جملة dry off البرنت هذه ما هي تابعة للوايل، إذن الوايل أربع جمل، stop يساوي input والf والبرنت والبرنت أربع جمل بس، أما هذه جملة تابعة للبرنامج. كم جملة تابعة للبرنامج عندي هنا؟ كم جملة تابعة للبرنامج عندي؟ كم جملة تابعة للبرنامج عندي؟ اثنين واحدة اثنين
واحدة لا هذا الان تساوي صفر والوايل كاملة والبرنت هذه ثلاث جمل تابعة للبرنامج الوايل جملة واحدة تعامل معاملة الجملة الواحدة يا حبيبي بلوك واحد ما يهمنيش أنا الآن اللي يهمني إنه هل الشرط هذا لاحظ كانت ان تساوي صفر والصفر هل أكبر مساوي صفر نعم ترو لأنه في تساوي دخل هل هنا داخل جمل الوايل في تعديل على العداد هل في تعديل على العداد؟ لا إذن هذا إيش؟ إنفينيت لوب ولا ما هي إنفينيت لوب؟ هل راح يخرج من الوايل؟ يخرج لما في بريك بس لو ما في يصير إنفينيت لو ما في بريك كان بده يظلوا إنفينيت لوب لكن هنا ما بقدر أسمي إنفينيت لوب لأنه في بريك إذن هو الشرط هنا تحقق وراح يظل متحقق على طول لأنه ما في شيء يعدل على قيمة الإن لا ينقصها ولا يزيدها لازم المفروض ينقصها ولكن ما حط الرجال لكن رغم ذلك ما هو انفينيت لوب ليش لانه حط شرط وحط بريك خليني اشرح لك ايش ابغى في هذا المثال المثال دخل على الوايل الستوب عباره عن متغير راح يقرا من لوحه المفاتيح وهذه رساله راح تظهر عندك ممكن تحط بالرساله تضيف مثلا بليز انتر مثلا ذا سترينج دخل لي نص الآن النص المدخل اللي تخزن في الستوب إذا كان يساوي الدن بريك شو معنى بريك؟ بريك يعني أخرج خارج جملة الوايل وكمل البرنامج جملة الوايل بدي أخرجها كم جملة تابعة على الوايل؟ كم جملة؟ أربعة أربعة فبدي أخرج خارج جمل الوايل ويكمل البرنامج بعد آخر جملة تابعة على الوايل اللي هي برينت رينس ويكمل البرنامج هذا معنى بريك بريك اخرج واكسر جمله الوايل او الجمله التكراريه واخرج خارجها وكمل البرنامج طيب لو انه كان النص الذي ادخل لا يساوي ضن هذا يساوي ضن بيروح على بريك طب اذا ما يساوي ضن تفضل يا عبد العزيز يعني دكسار الاف والبريك زي الريبيت انتل ما جبت سيره الريبيت انتل الله يرحمه ودينا والديك لا مش ريبيت انتل هذه ميزة إذا صادفت البريك ما في داعي تكمل الجمل اللي تحت تنفذها وإنما تخرج خارج السؤال اللي طالبه في هذا المثال هو دخل نص أو رمز إذا كان هذا الرمز لا يساوي ضن اطبع مرتي اطبع ليثر ورنز وارجع مرة ثانية اقرأ رمز إذا دخل الرجال رمز لا يساوي ضن بيطبع ليثر ورنز ارجع مرة ثالثة ادخل نص دخلت حرف السي مثلا لا يساوي دون بده يطبع ليثر ورنس ارجع مرة رابعة يضله حتى تدخل دون لما تدخل دون بيجي عند بريك ما يطبع شيء ويخرج ويكمل البرنامج طبعا يكمل البرنامج راح يطبع دراي اوف فهمت ايش وظيفته فهي مش وظيفته ريبيت انتل لا ريبيت انتل صورتها مختلفه بس هذه يا اخي ميزه انك بدك شرط معين تحقق بدك تطلعه برا اللوب زي العدد الاولي واحد من الاعداد اللي بين الواحد والعدد نفسه وليكن العدد 8 واحد من الاعداد اللي بين 2 للسبعة قبل القسم بدون باقي الثمانية عليه على طول ما في داعي تاخذ الرقم اللي بعده واللي بعده وتقسم اعمل بريك ووفر وقت المعالج ومن احدى فوائد البريك توفير وقت المعالج بالإضافة لفوائد أخرى زي إخراجك من اللوب وطالع لما تعمل run أنت هنا طالع please enter string لو دخلت أي string care done كلمة done إيش راح يسوي راح إيش أنا دخلت الآن طالع دي هل الدي تساوي done لا ما راح ينفذ البريك لأنه البريك هتتابع على true ما للإيش الإف طب ما تحقق الشرط فولس خلص خلص خرج برا الاف وكمل تنفيذ الجمل التابعه على الوايل اللي هي ليثر ورينز طالع طبع ليثر ورينز طب دخلت نص اخر اي طالع ضغطت برضو ليثر ونص دخلت واي طالع ليثر ورينز طب دخلت دان الان دخلت دان في الستوب الستوب هل محتواه يساوي دان نعم بريك يخرج خارج الوايل ولا البرنامج يخرج الوايل ويكمل البرنامج ايش يطبع دراي اوف طالع هايو خرج وطلع ايش وانهى البرنامج طبعا بعد البرنت انهى البرنامج بروسس فينيش ويد اكزيت كود 0 اذا هنا يا سيد العزيز انهى البرنامج
فهنا هذا البريك خلص طلعك برا الوايل، هدفها تطلعك وتخرجك خارج الوايل. فالبريك يا شباب مهم. بتتذكر المثال اللي اخذناه؟ طبعا هو الرجال قال لك هنا هل هذا العداد له وظيفه؟ انت شاعر انه له وظيفه في مثالنا هذا، هل العداد هذا وجوده له وظيفه يا اخي؟ العداد له وظيفه بهذا السؤال؟ شاعر انت؟ لا ما له وظيفه، بس هدفه انه ايش؟ يكون ترو. فبامكانك خلاص تستعيض عنه، هاي شيله وحط كلمة ترو أو حط أي رقم غير الصفر. تتذكروا لما أخذنا قبل محاضرتين قلت لك أي رقم غير الصفر إيش يعامله عندك الـ البايثون الكونديشنز الـ الريليشنال أوبريس العمليات العلائقية إيش تعامله؟ ترو. ما عدا الصفر فولس، حط أي رقم، هذا 111 هذا إيش بعامله؟ 110 ترو. طالع هذا هو دخل ترو، فبدي ظل ترو، فما في داعي أصل عدد. دخل دي طبع، دخلت اف طبع، دخلت جي طبع، دون كابيتال ولا سمول؟ شوف دخلت دون كابيتال، ها يتوقف حساس البرنامج. أحسنت، هذه دون سمول فما راح يطبع ويكمل، هذا طبع ليثرينس وكمل، لكن أنت دون بالسمول هو طالع، لأن حاطط كذا السبرينج مانها طالع طلع. إذن هذه ما لها ترو. وإذا تبغى تكتب ترو أنت كونستانت ترو بالكابيتال، التي بالكابيتال هذه كونستنت، كلمه محجوزه معناها ترو، فتحط عدد غير الصفر ترو، تحط كلمه ترو بس كابيتال مش سمول، حرف التي بالكابيتال، هذا صح برضه زيها زي انك تحط عدد غير الصفر، يعني دائما يبتل ترو. دكتور نعم حبيب، الحين لو تحط ايش يسوي؟ حطيت صفر ما يدخل اصلا اللوب، يكتب دراي اوف. احسنت، هذا زميلكم بولي لو يا استاذ انت قلت لنا اي عدد غير الصفر، طب لو حطينا صفر ايش معناها؟ وايل فولس، ايش معناها وايل فولس؟ يدخل يدخل اللوب؟ لا ما يدخل اللوب، يخرج على طول من اللوب ولا ينفذ شيء، يجي عندي يكمل برنامج عند برنت درايف. انا لو حطيت بعد وايل تحت الانبوت زيرو يطلع من وايل، ما يدخل اصلا. والله ماني فاهم عليك ايش اللي بقصدك، ايش اللي حكيته؟ بعد الوايل لو حطينا ترو خلاص. حبيبي الله يرضى عليك، انا ما بحط هنا ترو تحت، انا بحط ترو على الكونديشن. انت قصدك هنا ترو؟ ايوه هنا ترو. طيب ايش المشكله؟ هي نفسها زي كان حطيت رقم غير الصفر، هذه ترو، ايش المشكله؟ ايوه بس انا في يوم سوينا الران حطينا في الانبوت زيرو يعتبرها فولس. لا لا اخي لا ما يعتبرها فولس يا اخي، هذه بعتبرها فولس اذا جات عند الشرط، هذا الشرط عند تابع للوايل، هذه اللي ستوب لو حطيتها صفر هل هي شرط؟ انت فهمني، انت هنا ستوب قيمتها صفر، هل انت قلت له اف ستوب ولا قلت له اف ستوب تساوي دون؟ ستوب تساوي دون، اذا هي قيمتها بياخذ الستوب. اما اذا بدك اياها هي تكون اذا فوق اذا صفر فولس بدك تقول له هذه، بدك تقول له كذا اف ستوب وتحولها يا حبيبي لفاليو عشان ياخذ قيمه الصفر. فهمتني؟ لا ما فهمتني أكيد صح؟ أنا هنا بدك تحول القيمة لصفر عشان يقرأها صفر. أيوة إذا صفر راح يقول لك آه هذه فولس ما راح ينفذ البريك، بس طبعا هنا راح تقع في مشكلة. ليش؟ أنه أي حرف راح تدخله الإيفال راح يطلع لك ران تايم إيرور. فأنت قصدي هنا ندخل صفر آه، أما لما تقول له يساوي دون لا يا حبيبي هنا الآن ما لها علاقة الآن بترول، هذه لو لحدها ذكرت، لو لحدها بعتبرها فولس أو ترو، أما طالما ذكرت بيساوي إذا بياخذ قيمتها. وإحنا قلنا لما تستخدم الإشارات الكومباريزن المقارنة يساوي ساوي هو ما بيأثر على داء القيمة اللي داخل، وإنما بس بقارنها مقارنة، فبقارن الصفر مع الدون. أما لو ذكرتها لوحدها كذا آه لا، إذا كانت ستوب صفر ما يدخل على الجمل الترو اللي هي البريك. واضح؟ واضح. كنترول زد. طيب وهذه دون. طيب الآن يا شباب إذا هنا فهمنا الفكرة. أخذت أنا مثال سابق لو تتذكروا لما حلينا المحاضرة اللي فاتت، قلت لك ادخل قيم وأوجد مجموعهم حتى تدخل هاش، تتذكر؟ هذا المثال حليناه المحاضرة الفاتت، ادخل قيم أوجد مجموع حتى تدخل هاش.
وقلنا التسلسل، ارجع المحاضرة اللي فاتت، التسلسل هو اقرأ افحص اجمع، اقرأ العدد افحص هل هو هاش، اذا ما يساوي هاش اجمع. هذا الحل حلينا المحاضرة اللي فاتت، تتذكروا ولا لا؟ ايوه اتمنى انكم تتذكروا، ما تذكرتوا ارجع للمحاضرة. هذا بدي الان احله باستخدام البريك. طبعا بدي اشيل انا الاشياء اللي ما ابغاها زي بيجن واند، هذه مش معترف فيها بالبايثون، صم تساوي صفر، لازم قلت لك الصندوق اللي راح يحتوي يكون صفر، وايل نمبر لا تساوي الهاش، طبعا علامات التنصيص بالوورد تختلف عن علامات التنصيص. طيب حط هاش، وفي غلط هنا، ايش الغلط عند الوايل؟ اه الاند اللي قبل النقطتين، وبعدين عندك الصم تساوي النمبر، بعدين عندك الريد نمبر، قلت لك ما في شيء اسمه ريد نمبر، هي تساوي عندي بالبايثون تساوي الانبوت. ارجعوا للمثال السابق، وهنا بقول مثلا رساله جميله كذا، بليز انتر ذا فاليو او القيمه ذا نمبر اللي بدك اياه، واند وايل. الان لاحظ انا عندي، لاحظ انت عنده هنا، قلت لك هنا لازم تدخل له علامه التنصيص احسن، ليش؟ لانه احنا بدنا نقارن سترينج مع سترينج، لانه النمبر بتكون سترينج، فبدي اقارن هل تساوي الهاش او ما تساوي الهاش، لانه الهاش برضه سترينج، وطبعا دبل او سنجل كوتيشن كلاهما واحد. اذا ما كان، ليش لازم احول الان النص الرقم اللي هو نص احوله ليش الى رقم عن طريق وشو؟ ايفال. احسنت ايفال، وارجع للمحاضره السابقه راح تفهم كلامي، الفيديو موجود عندك. إذن اقرأ العدد، بعدين أنهى جمل الوايل، يرقى فوق عند الوايل، افحص هل النمبر اللي أنت قرأته أو القيمة اللي قرأتها تساوي لا تساوي الهاش، نعم لا تساوي، حولها لرقم واجمع. اقرأ، وبعدين ارقى فوق عند الوايل، هل اللي قرأته لا يساوي الهاش، نعم اجمع. طيب اقرأ، دخلنا هاش، هل الهاش لا تساوي الهاش، فولس، راح يخرج خارج جملة الوايل ويطبع الصم. حط لك رسالة كذا جميلة، ذا summation is. حلو الكلام ولا ما حلو؟ هذا حليناه المحاضرة الفاتت، مش جديد يعني علينا. واعمل رن عشان تتأكد. طالع هنا عندي، اقرأ العدد، قرأنا العدد 2 3، 2 زائد 3 5، 5 زائد 6 11، 11 زائد 4 15، 15 زائد 2 17. اعمل هاش الآن، طالع دخلت هاش، طالع طلع لي كم؟ الصميشن إز، خرج خارج الوايل وكمل البرنامج، جاء عند تكملة البرنامج وطبع صميشن إز وطبع الصم. حلو الكلام ولا ما حلو؟ حلو. حلو الكلام. طيب لو بدي أعدل على هذا البرنامج قليلا وأستخدم البريك، يعني مثلا شلون البريك؟ يعني الآن أنا رجال كذا، اقرأ افحص اجمع، اقرأ افحص اجمع، صح؟ مش كذا الترتيب اللي قلنا عنه محاضرة الفاتت؟ أيوة. أيوة. أنا هنا ما أبغى، أبغى إيش؟ بعطي قيمة ابتدائية ولا شيء، بدي أستختصر، بدي أقول وايل ترو، مش اتفقنا إنه بالبريك راح يخرج، راح يخرج، والترو لا تنسى أول حرف، هذا ترو، كذا راح يصير إنفينيت لوب ولا مو إنفينيت لوب؟ إنفينيت لوب، لأنه حتى لو دخلت هاش، ماش الهاش مش داخل في الشرط، هنا ترو. الآن إيش بنسوي؟ بس بنعيد الترتيب، اقرأ وبعدين وشو؟ افحص اجمع. كيف افحص جملة وشو؟ اف. احسنت، اف ايش؟ اف نمبر. ايوه. نت ايكول هاش. اذا كان لا يساوي، هنا مش نت، بقول له هنا اذا كان يساوي هاش اطلع، اذا كان يساوي هاش اطلع، مش لا يساوي، اختلف الشرط هنا، فاهمني؟ ايه. ايش ده اقول له اذا كان يساوي هاش، ايش يسوي؟ بريك. احسن، تبريك. هنا اقرا افحص، لا عدد اجمعوا، ارقى فوق عند الوايل ترو، انزل اقرا افحص اجمع، اقرا بعدين ارقى فوق عند الوايل دائما ترو، ادخل اقرا، اه دخلت هاش، هل الهاش يساوي الهاش؟ نعم. بريك، بريك، اطلع برا جملة الوايل وكمل الجمل التابعة للبرنامج بعد الوايل وهي بريك. طالع اعمل رن، دخل العدد هذا 2
وستة ثمانية وخمسة 13 وأربعة 19 وثلاثة 22 وواحد 23 بعدين دخلنا الهاش. كم طلع؟ 21. حسابنا صح ولا لا؟ صحيح. متأكدين؟ 2 و6 8 و5 13 و4 17 و4 17 و3 20 و1 21. سليم. إذن هذه جملة البريك. حلو الكلام؟ طب لو خلينا نطور البرنامج نبغى نحسب الأفريج. مين يقول لي الذكي؟ لو بدنا نحسب الأفريج السم. يلا لو بدنا نحسب الأفريج يلا وين الجنجال؟ الأفريج طبعا بعد الوايل صح؟ هذا الأفريج يساوي سم. سم على كم؟ تسوي عداد. أحسن يا عيني عليك. أنا العدد ما أعرفه. واحد دخل لي خمس أعداد مزاز مال هو. جاء عد طالب ثاني يعمل رن دخل ست أعداد. واحد دخل 11. هنا بستخدم العداد. مع إنه أنا قلت لك لا تستخدم العداد في إيش؟ ال في إيش؟ indefinite iteration. ما تستخدم عداد لكن مرات بنستخدم you don't need to count. نستخدم العداد لتطلبه في السؤال زي كذا. مضطر أحسب عدد الأعداد اللي دخلوها اللي دخلها الشخص عشان أقسم عليه عشان أحسب الأفريج. هنا اضطريت أستخدم عداد مش شرطا للتوقف. هذا indefinite ما هو محدد وإنما حتى أقوم بحسابة المعادلة. فهنا بقول له بقسمها على I. تقسمها على I. أيوة بتقسمها على I. وهنا بتعطي ال I قيمة. وش القيمة مالت ال I في البداية؟ مثلا قيمة ال I في البداية تساوي صفر. أحسنت. وبعدين بقرأ العدد قبل ما أجمعه أو بعد ما أجمعه كلاهما سيان. قبل ما أجمعه أو بعد ما أجمعه بقول له زيد العداد بواحد. فهنا العداد ليس شرطا للتوقف لأن هذا السؤال ليس إيش indefinite loop وإنما definite. هذه indefinite آسف وليس definite. لو كان definite loop معناته حدد للعدد اقرأ عشر أعداد هذا على طول عداد وشرط التوقف عداد. لكن شوف لاحظ شرط التوقف ليس عداد لكن وضع العداد هنا. أجبرت على إضافة العداد له غرض ليس للتوقف عن التكرار وإنما لتطلبه في السؤال حتى أعرف عدد الأعداد اللي تم إدخالها عشان أقسم عليها. بابا في معلوم ولا ما في معلوم؟ ها في معلوم. معلوم وأنت مبتسم. هذه average the average is ونطبع طبعا الأفريج اللي هو الـ AVR ونشوف هل هذا شغلنا صح. مش تضحك علينا أستاذ يا حبيبي أنا ما نضحك عليك. العهد اللي بيني وبينك هو البرنامج البايثون. ها يلا دخلنا العدد الأول 5 والثاني 5 والثالث 5 والرابع 5 والخامس 5 والسادس 5 ونبغى نوقف هنا مثلا نضغط هاش. كم بيطلع المعدل؟ 5 طبعا 5 the average is 5. وإذا تبغى تتأكد فهنا دخلها مثلا 2 وهنا 3 وهنا 4 كم المعدل مالهم لو تبغى توقف؟ 3. أحسنت يا عيني عليك 3. فكده تأكدت أن البرنامج سمي. إذن هذا وظيفة البريك. وبهذا المثال ضربت عصفورين بحجر حتى أبين لك أنه indefinite loop أستخدم العداد لكن ليس كشرط للتوقف وإنما قد يتطلب السؤال زي كده تطلب أني أعرف كم الأعداد عدد الأعداد اللي دخلها كم عدد الأعداد اللي دخلها. إذا ما تبغى آي سميها اسم ثاني هذا number of numbers. والله هذه صعب الاسم هذا النمبر اوف نمبرز يعني ايش عدد الاعداد قصدي. يبدا صفر وبدل الاي اعوض عن هذا الاسم كذا بصير اجمل يعني عدد الاعداد عشان اقسم انا الان على بدل الاي اغير تسميه بس اغير تسميه النمبر اوف نمبرز نفس طبعا الجواب ولا تغير شيء بس غيرت اسم العداد اللي راح يحسب لي عدد الاعداد 3 و4 و5 و6 وسبعة معدلهم كم اللي بالوسط هذه كم 5 دخل الهاش طلع معدلهم 5 أموري تمام وسليمة. إذن هذا البريك.
البريك لما يصادف ما يكمل الجمل التابعة للوايل تحت، وإنما يخرج خارج جملة الوايل. عشان كذا صرنا نستخدم الآن شرط التوقف من خلال استخدامنا جملة البريك داخل الوايل بدون ما يكون في عندي إيش ما يشير إلى التوقف بالشرط مال الوايل التابع للوايل دائما ترو، لكن صار الشرط إحنا نضيفه والبريك هي اللي تطلعنا برا. حلو الكلام يا شباب ولا ما هو جميل؟ جميل ولا ما هو جميل؟ جميل يا دكتور جميل. جميل. ودائما يا أخوان الإنسان يعني يحاول قدر الإمكان يجمل في برنامجه، يجمل في برنامجه قدر الإمكان. لما يكون عندي أنا يا أخوان الأعداد سليمة واضحة وما في عندي مشكلة وعدد العمليات محدد، فهذا شيء جميل وما في عندك أي إشكالية. إذن هنا يا شباب لو دخل الهاش راح يخرج، لو دخل الهاش راح يخرج بدون أي مشاكل. طيب في شيء نسيته؟ ما بدي أتذكر إنه إذا في شيء نسيته أتمنى إني ما أكون نسيت شيء. طيب خلينا الآن يا شباب نحل مثال آخر. أخذنا على البريك، الآن نأخذ على الكونتينيو. وش المقصود في الكونتينيو؟ الكونتينيو يا أخوان هي إنك أنت إيش تستمر وتطلع للوايل وتكمل إعادة جديدة، دورة جديدة للوايل، دورة ثانية ثالثة رابعة لما يصادف كونتينيو وما يناظر اللي تحت. كيف؟ خليني أوضح لك إياه. هذا طبعا بيشرح نفس المثال كله. هنا طبعا بيأخذ نفس المثال اللي حليناه اللي هو لما يكون عندك ترو، إذا دخل الرجال دون بيعمل بريك. بس هذا مثال طبعا لو نعمل كابل بيس إله عشان ما نطول، وبدي أنشئ ملف لأني بديش بدي أرجع للي حليته قبل مثلا تيست. طيب هنا عملت له بيس طالع هذا إيش وايل ترو. لو قلت لك أنت الآن إيش يسوي هذا البرنامج إيش تقول لي؟ أول شيء كم جملة تابعة للوايل؟ كم جملة تابعة؟ كم؟ واحدة. والإف والبرنت ثلاث. وكم جملة تابعة للبرنامج؟ سنتين. الواي والبرنت. الآن يا سيد العزيز لو جينا عملنا ران الآن إيش يبغى هنا؟ هنا بقول لك ادخل نص تريده، ما راح نخزنه باللاين. إذا كان هذا النص اللي دخلته خزناه باللاين يساوي دان، اعمل بريك واخرج خارج جملة الواي. يعني لا تطبع اللاين، لا تطبع النص اللي أنت أدخلته اللي تخزن في اللاين. أما إذا ما كانت الكلمة أو النص اللي دخلتها دان، فبده طبعا الآن جملة البريك تاب على الاف، فبده يخرج خارج جملة الاف لأن الشرط لم يتحقق، اللاين ما هي تساوي دون، فبده يخرج ويكمل جمل تاب على الوايل منها برينت لاين، راح يطبع النص نفسه اللي كتبته أنت. يعني باختصار اقرأ النص واطبعه طالما لم يكن النص المدخل يساوي دون. فهمت السؤال؟ اقرأ النص واطبعه، هذا النص اكتب نص هذا ويلكم، اضغط انتر، هل الويلكم خزن الان باللاين؟ هل الويلكم يساوي دان؟ راح يطلع برا جملة الاف ويكمل البرنامج الجمل اللي تابع على الوايل. جملة تابع على الوايل هي البرنت، بده يطبع نفس الكلمة اللي هي ويلكم اللي ادخلت، طالع طبع لي ويلكم ورجع مرة ثانية فوق عند الوايل، الوايل ترو، بعدين الان نزل تحت اللاين تساوي امر، قاعد يستنى ادخل، دخلت مثلا هالو طالع برضو رجع، هل الهالو تساوي دان؟ لا، اذا جاء طبع اللاين ورجع فوق عند الوايل. طيب هنا دخلت مثلا دون، لا تنسى كابيتال كابيتال سمول سمول، هنا شو يسوي لما دخله دون؟ هل الدون يساوي دون؟ ايه راح ايش يسوي؟ يطبع دون؟ لا، بيطلع البريك، بيطبع بريك يخرج برا الوايل ويكمل برنامج البرنامج في دون علامة تعجب اللي هذه تابعة للبرنامج. طالع دخلت الان الدون، ضغطت انتر، طالع خرج خارج جملة الوايل وطبع جملة دون علامة التعجب اللي هي تابعة للبرنامج. طيب بسيطة المسألة هنا عشان نفهمك الكونتينيو، في مثال عشان يفهمك الكونتينيو هنا، خلينا نعمله كوبي وبيست عشان نشرح الكونتينيو. برضو هدفها يا اخوان زي البريك توفير وقت المعالج، بدل ما المعالج خلاص تحقق الشيء خلاص ما في داعي طالع الجمل تحت، ارقى فوق على طول، فيعني لتوفير وقت المعالج، بس عكس البريك او
الكونتينيو تبقى داخل الوايل داخل جملة التكرار لكن يختصر ما لما البايثون يصادف كونتينيو ما يناظر اللي تحتها اللي تاب على الوايل وإنما على طول يقفز على بداية الوايل وينفذ دورة جديدة. جاء عند الكونتينيو يقفز لفوق عند الوايل ويشوف ما يشوف اللي تحتها. أما البريك إذا صادفه شو يسوي؟ يخرج أصلا خارج جملة الوايل. واضح كلامي؟ عرفت الكونتينيو شو يسوي؟ ألو ممتاز. إذا الآن نشوف شو يسوي. ولك وايل ترو، وايل ترو يعني ما حط شرط، دائما راح يكون ترو، وبالتالي هذا ظاهره انفينيت لوب. انفينيت لوب ولا ما هو انفينيت لوب؟ ظاهره انفينيت لوب ولا ما هو انفينيت لوب؟ يلا يا شباب ما هو انفينيت لوب، ظاهره انفينيت لوب ولا ما هو انفينيت لوب؟ لما يقول لك وايل ترو ظاهره انفينيت لوب، لكن لما تطالع داخل الجمل التكرار جمل التابع على الوايل راح تجد بريك، راح تطمئن او تعرف انه ما هو انفينيت لوب، لانه البريك راح تمنع وراح تخرجك من الوايل. واضح كلامي؟ واضح. طيب الآن طالع معي هنا عندي أنا عشان نفهم الفكرة. هنا بقول لك دخل لي نص، دخلت النص. هنا بقول لك أنت بتعرف إنه النص السترينج هو زيه حالة خاصة من الليست. تذكروا لما شرحنا الليست إيش قلت لك؟ السترينج هو حالة خاصة من إيش؟ من الليست. تذكروا الليست؟ إيه. ارجعوا للمحاضرة الليست. مش السترينج هي حالة خاصة من الليست، كل خلية لها حرف واحد أو رمز واحد ورتبة الخلايا تبدأ من صفر. يعني لو كانت السترينج نيم يساوي محمد عبد الله فحرف الام مخزن في أول خلية اللي هي رتبتها النيم بين قوسين صفر. الأو محمد الأو مخزن في اللي هي الليست القائمة أو السترينج اللي هي نيم بين قوسين واحد وهكذا بالترتيب. فهنا قصده تدخل نص. إذا كان بداية النص هاي المقصود بلاين زيرو، يعني أول حرف من النص أول رمز يساوي هاش كونتينيو. شو معنى كونتينيو؟ يقفز مباشرة على الوايل فوق ترو، يدخل ويقرأ واحد جديد. يعني أي نص بدايته هاش خطره واقرأ واحد جديد. طب لو أني دخلت نص ما هي بدايته هاش، يعني ليست بدايته، هذا معناها الرتبة صفر، يعني ليست بدايته أو أول خلية فيها هاش. هل يعمل كونتينيو هنا؟ لا لا، بدي يجي على كم جملة تابعة على الوايل. هنا عندي كم جملة تابعة على الوايل؟ عندي تابعة كم جملة تابعة على الوايل عندي هنا؟ أربعة اللاين، الإف الأولى والإف الثاني مستقلة عن الإف الأولى، ما في ارتباط ولا نستد إف والبرينت، هذه أربع جمل. فجاء قرأنا ما كان أول حرف هاش، إذن ما راح ينفذ الكونتينيو، راح يروح على الجملة اللي بعدها اللي الإف. هل اللي أدخلته يساوي دون؟ لا ما كان يساوي دون، بده يطبع اللي أدخلته. وبعدين شو يسوي لما يوصل عند برينت لاين وخلصها طبعها؟ شو يسوي؟ إيش يسوي؟ يعيد مرة ثانية. أحسن، بيرقى فوق عند الوايل ترو، بعدين يقرأ هل الحرف الأول هاش؟ لا. بدي يجي هل اللاين النص كاملا اللي أدخلته يساوي دون؟ لا، بده يطبع النص اللي أدخلته ويرقى فوق مرة ثانية على الواي. طيب دخلنا نص هل يساوي الهاش؟ نعم، أول حرف كان الهاش. كونتينيو على طول يرقى فوق مرة ثالثة عند الواي، ما يكمل الإف اللي بعدها والبرينت لاين، ما يطبع يعني، ما يفحص ولا يطبع، هذه الكونتينيو على طول على الوايل. بعدين يقرأ، طب دخلنا الحرف الأول برضو هاش كونتينيو، ويرقى فوق على طول ما يطالع لتحت الإف ولا البرينت. نشوف مع بعض هذا رن. دخلنا اسم مثلا أي اسم محمد، ها شو يسوي معه؟ كيف يتصرف مع هذا الاسم؟ يلا يرقى مرة ثانية يا أخي. هاي يدخل محمد، هل محمد الحرف الأول يبدأ بهاش؟ لا لا. إذا بدي يجي هل اللاين اللي هو محمد كاملة تساوي دون؟ لا. بدي شو يسوي بعدين؟ يطبع محمد. يطبع محمد وش يسوي؟ يرقى مرة ثانية، يرقى مرة ثانية، وبعدين يجي ينفذ ويجي عند الانبوت ويستنى الإدخال الجديد. طالع طبع الآن محمد، ووقف الآن عند الإدخال الجديد. دخلنا S A A D سعد،
برضو نفس الشيء راح يطبع سعد ويستنى. طب دخلنا شيء يبدأ بالهاش، هاش مثلا علي، ها ايش رايكم ايش راح يسوي هنا، كيف راح يتصرف لما يكون اول حرف هاش؟ هذا معنى لاين زيرو، يعني اول حرف ما يكمل بعدين كنتينيو، يرجع فوق. احسنت، راح يجي عند كنتينيو ما راح يطبع ولا راح يطالع الاف ولا الطباع، راح يرجع فوق عند الوايل ويقرا من جديد. تقول انا راح يجي عند القرا طالع، شوف ما طبع، ودخلت مثلا هاش عماد، اه شو يسوي؟ برضو نفس الشيء، نفس الفكرة، ما يطبع يرقى مرة ثانية، راح يكون أول حرف وهاش، راح يجي continue ويقفز عند الوايل. طيب دخلنا الآن done، هل done هذه هل أول حرف هاش؟ لا لا، راح يجي ويقفز ويطلع برا جملة الإف الأولى ويجي على الإف الثانية. هل هتساوي done؟ النص يساوي done؟ نعم. راح يجي بريك يخرج خارج جملة الوايل ويكمل استئناف البرنامج. شي كمل شي يطبع، يطبع دون علامة تعجب. أحسنت، هذه الجملة تاب على البرنامج، دون علامة تعجب، طالع ما ضغطنا دخلنا انتر، شوف طبع دون علامة تعجب وخرج، طبع دون علامة تعجب وخرج. واضح كلامي؟ واضح. طيب بدي ألاقي لي مثال كذا عشان أوضح لكم الكونتينيو، فبدي أرجع للمثال اللي استخدمت فيه البريك. يلا يا شباب، بدي أوجد اللي هو الأفريج، بس بدي أدخل فيه حكاية اللي هو إيش، اللي هو إيش، مين يقول لي اللي هو حكاية كونتينيو، اللي هو حكاية الكونتينيو. يلا يا شباب خلينا شيء نشوف كيف ممكن ندخل حكاية الكونتينيو مع اللي هو المثال اللي حليناه قبل شوي. المثال اللي حليناه قبل شوي بليز انتر نمبر، وزي ما انتم شايفين هنا ايش بدي اقرأ العدد. طيب لو خلينا هذا المثال معدود كذا، معدود بس واحد يقول يا استاذ والله ما له علاقة المعدود ومش معدود وليش نحطه معدود وكذا، خليه كذا زي ما هو غير معدود وممتاز. طيب تعال الآن نحسب، شوف هنا أنا اللي بدي أعمله كالتالي، قلنا بدك تقرأ تفحص بعدين تجمع، وهنا ضفت العداد، قلت لك ليش هذا العداد، هذا العداد ليس شرط التوقف، فإنما هدفه وشو، هدفه يطلع لي عدد الأعداد اللي بدي أحسب الأفرج مالهم. واضح كلامي؟ واضح. ممتاز، قرأنا العدد فحصنا، هنا بدي أعكس شوي عشان أستخدم continue. طالع هنا بدي أقول له إذا كان عندي، بدي أجيب الفحص ده، أقول له إذا كان عندي النمبر لا يساوي، لا يساوي إيش؟ الهاش. إذا ما كان يساوي الهاش معناته زيد العداد بواحد واجمع، وبعدين continue. واحد بيقول يا استاذ ايش هذا والله ماني فاهمه، طيب خليني افهمك ازياده. تخيل معي تخيلا، تخيل معي انه الجملتين دول الجملتين الافرج، حساب الافرج والبن تابع لمين، تابعين لمين؟ البرنامج. احسنت، طب انا بدي، ايش رايك بدي اخليهم تابعين للوايل يا استاذ؟ كذا راح يصير يمر لك على كل وايل، يمر لك عليهم الثنتين، صح ولا لا؟ صح ولا ما هو صح؟ يا شباب انتوا معي ولا لا؟ معك معك. طيب شوف هنا افهمك ترتيب البرنامج، الصام يساوي صفر، عدد الارقام كان صفر، قرأنا العدد الاول وايل ترو، قرأنا العدد، هل العدد لا يساوي الهاش؟ اذا هذه الجمل الثلاث تابع لمين؟ تابع للاف ولا لا؟ ايه تابع على الاف، اذا لازم المسافه البادئه هذه تابع على الاف، هذه تابع على الاف، هذه تابع على الاف. الان اذا لا كان يساوي الهاش زيد على عدد، على عدد الاعداد واحد، هذا العدد اللي قراته اجمع على الصم وكونتينيو. كونتينيو هنا معناها اقفز الى الوايل ويلا حدد او ابدا دوره جديده. واضح؟ طب هذول الجملتين صاروا تابعين للوايل، كم جملة الآن حسب برنامجي هذا؟ كم جملة تابعة للوايل حسب برنامجي؟ أربع واحدة والإف
اثنين ثلاثة أربعة، لكن في جملتين ما ينفذهم لما يكون كونتينيو، لما يصادف كونتينيو، هي الأفرج والبرنت. طب متى ينفذ الأفرج والبرنت يا الحبيب؟ إذا كانت هاش أحسنت، إذا دخل هاش، هل الهاش لا تساوي هاش فولس، فراح يخرج خارج جمل الإف ويكمل جمل الوايل، فراح يحسب الأفرج ويحسب إيش ويطبع البرنت أفرج. دولة تابعين للوايل. وبعدين شو يسوي لما يطبعهم يا الحبيب؟ خلاص ينهي البرنامج؟ لا أتوقع عيدة مرة ثانية. أحسنت، في الشيشه يقول له اخرج برا الوايل، والوايل ترو راح يظل معلق هنا. طالع خلينا نعمل رن عشان تفهم. دخل الرقم، دخلنا الرقم ثلاثة، الرقم الثاني خمسة ثمانية، ودخل اثنين عشرة وثلاثة ثلاثة عشر. نبغى ننهي الآن هاش، فهنا كله طالما لا يساوي، شوف دخلنا ثلاث، هل الثلاث لا تساوي الهاش؟ نعم لا تساوي الهاش، فولس. إذا بيخرج خارج، إذا لا تساوي ثلاث، بده آسف ترو صح، إنه الثلاثة لا تساوي الهاش، بده يقوم بزيادة العداد بواحد على أساس يحسب إنه في عدد واحد أضيف، بعدين جمعنا العدد بعد ما حولناه رقميا اللي هو الثلاث، جمعنا للصم، بعدين كونتينيو قفز إلى الوايل، الوايل ترو، دخل الوايل النمبر بيقرأ العدد الثاني، دخلنا خمسة، هل الخمسة لا تساوي الهاش؟ نعم هي لا تساويها، فزاد عدد الأعداد بواحد، بعدين حول العدد إلى قيمة وبعدين جمعها للصم، صار خمسة زائد ثلاثة اللي هي ثمانية، وخزن الثمانية بالصم. كونتينيو قفز إلى الوايل، وايل ترو، دخل الوايل، قرأنا إيش دخل؟ اثنين، هل الاثنين لا تساوي الهاش؟ نعم، زاد عدد الأعداد بواحد وحول العدد اثنين إلى قيمة عددية وجمعها إلى ما قبلها اللي هو ثمانية، صار عشرة، قيمة الصم الجديد عشرة. كونتينيو قفز، قرأنا العدد اللي هو الثلاث، هل الثلاث لا تساوي؟ نعم، زاد العداد وعدد، حول الثلاث إلى عدد وجمعوا إلى ما قبله اللي هو عشرة، صار 13. وكونتينيو قفز، الآن قاعد يستنى يقرأ، دخلت الهاش؟ نعم، هل الهاش لا تساوي الهاش؟ فولس. بدي يخرج خارج جمل الاف اف اللي هي الثلاث ويكمل الجمل التابعة للوايل اللي هي احسب الافرج وبرنت، وبعدين يطلع ولا ما يطلع؟ يطلع من الوايل؟ لا ما يطلع، ما يطلع. شوف طالع، طلع لي الافرج از، لكن بقي ها ايش قاعد يسوي هنا؟ قاعد ينتظر منك تدخل، لانه ما يخرج من الوايل، ما يخرج من الوايل، بدي ادخل العدد هذا والعدد وبعدين اقول له هاش، ما طلع من الوايل، بدك تدخل العدد هذا والعدد هذا والعدد هذا وما طلع من الهاش يا اخي، وبعدين هالاذيه كيف؟ معناته عندي راح يظل معلق. وش الجمله اللي ممكن تطلعه يا الحبيب؟ انه ينفذ هذه مره واحده الافرج والبرنت، وبعدين يقول له اطلع اطلع، ما ترجع مره ثانيه على الوايل. وش الجمله اللي احطها عشان اقول له اطلع؟ بريك. احسنت، بريك، باقي ثلاث دقائق على بريكنا. البريك تحطه تحت، قول له بريك كذا يا الحبيب. لما يجي الان دخلت الهاش، راح ينفذ البرين صام ويطلع برا الوايل ويكمل البرنامج. مثلا حط رسالة كذا برينت لنهاية البرنامج، This is the end of program. طالع كده دكتور، هذا ما يعني في المتر البريك البرنامج ذا يعني الوايد وال... شوف يا شباب بدي لكم شغلة، يعني أنا بدي أطلع برا الموضوع الآن، بدي فالآن يا شباب طالع، لما حطيت البريك الآن لا راح يخرج من الوايل، ما راح أظل معلق. دخلنا العدد الأول، دخلنا العدد الثاني، العدد الثالث، الرابع، مجموعهم ثلاثة وأربعة، سبعة وسبعة، 14 16. دخلنا الهاش 14 على 4، آسف أيوة، عندك الأفرج 16 ولا 14، عندك هنا 16 على 4، طلع بالصدفة 4، سبحان الله، 16 على 4 معدلهم على عددهم، عددهم 4 طبعا طلع. وبعدين شوف طالع، لما جاء عندي البريك خرج برا جملة الوايل وكمل تنفيذ البرنامج، فوجد جملة This is the end of a program. ناخذ بريك ونصلي العصر وبعدين ان شاء الله نرجع لكم. طيب يا شباب، اذا هذا البرنامج يعني بضرب لنا كيف استخدم الكونتينيو وايش وظيفتها والبريك
وقلت لك هذا يعني مش هدفه انه الكونتينيو والله ترجع بس وانه نستغاضى عن تنفيذ الجمل دول، لا، وانما ايضا في بعض الحالات نستخدمها لتوفير وقت المعالج، لما يكون صار في عندنا شيء وما في داعي خلاص اعمل كذا اعمل كذا وما في داعي تنظر للي تحت اقفز الى اعلى، كذا بنوفر وقت المعالج. والبريك برضو زي ما قلت لك بالبرايم نمبر راح توضح عندك البريك، وبرضو عدل على برنامجك شيء جميل. يعني هنا الرسالة حلو انك تقوله مثلا بليز انتر ذا نمبر. طيب خلينا ناخذ مثال جميل برضو نعمل صار بالهذا بالموضوع ولا داخل ولا برا الموضوع؟ بالهذا بنفس السيكود. لو نشيل البريك شو يصير؟ قلنا لو تشيل البريك بعلق بضله داخل الوايل ويطبع اللي تحت اللي هي this is end program. ما هو كيف بده يطلع برا الوايل؟ ما في شيء يخليه يخرج خارج الوايل. الان الوايل ترو وما في كلمه بريك تطلعه برا الوايل، يضله ايش يقرا دخلت الهاش يطلع لك المعدل وطالع هذه يطلع لك المعدل، لكن يرجع مره ثانيه يقرا. ما قلنا هذا العدد الاول الثاني دخلت الهاش طلع برا الوايل؟ لا طلع برا الوايل كان ايوه دخلت الهاش، هل هاش لا تسوي هاش؟ طلع طبع طلع برا الاف طبع الافرج حسب الافرج وطبع ورجع مره ثانيه لانه دول الافرج والبرنت هذا تاب على الوايل فنفذهم وطلع مره ثانيه عشان يقرا العدد. وايل ترو داخل دائما ترو الوايل دائما داخل الوايل لانه هنا ترو الشرط حطيته فيقرا 3 4 5 خلصنا ايوه حطوا هاش ورجع مره ثانيه على الوايل. قلت لك ما راح يخرج برا الوايل كذا راح يضل داخل الوايل. قلت لك ما تبغى يخرج خارج الوايل لما تحط له بعد ما انه يحسب الافرج ويطبعه اعمل بريك. شباب يعني المساله بدها تطبيق تفهم الفكره. الان طالع دخلنا الاعداد اللي ابغاه بغض النظر وشو وبعدين قلت له هاش طالع طبع للأفرج وخرج من لأن إيش صادف البريك خرج خارج جملة الوايل وكمل البرنامج. طيب خلينا نأخذ مثال آخر يا شباب وبعدين إيش نستعجل لأنه كذا إحنا تأخرنا. خلينا نستعجل في أخذ مثال آخر ما يزيد عن 5 دقائق 10 دقائق وهو إيجاد أكبر قيمة من بين 10 قيم. إيجاد أكبر قيمة من بين وشو؟ 10 قيم. مين يقول لي كيف؟ واحد يقول لي والله يا عمي هذه أذية. شلون أذية ابنها؟ قال لي يا أخي يا أستاذ إذا كان عندنا 3 قيم عملنا 3 مقارنات ولا 6 مقارنات إذا حسبنا الـ if then else معناته 10. وين نقعد الآن؟ كم مقارنة راح نطول فيها صح؟ نستخدم ماكس يا دكتور. نستخدم ماكس؟ إيش يعني نستخدم ماكس؟ مش فاهم. function. لا ما أبغى أستخدم function. الفانكشن بالنهايه هو داله والداله انا مصممها كمبرمج بس انا بخليها لليوزر البسيطات بدهم يستعجلوا ايجاد الماكس بقول له استخدم ماكس بس انا بالنهايه هذا الماكس عباره عن فانكشن انا برمجته كمبرمج. يلا يا شباب مين يقول لي شلون نحسب الماكس؟ الماكس يا شباب هذا جمال الايتريشن، هذا جمال اللي هي ايش الريبيتيشن ستيتمنت جمل التكرار زي الوايل الفور. هذا جمالها. وش جمالها يا استاذ؟ ما احنا شايفين جميل يا سيدي. ما هي الاليه التي او السيناريو المتوقع انك تمشي عليه حتى توجد اكبر قيمه من بين 10 قيم؟ يا سيدي اعتبر عندك 10 طلاب تبغى توجد الاطول بينهم، شلون تقوم بايش السيناريو اللي تتبعه حتى توجد اطول طالب من بين 10 طلاب؟ مقارنة. العملية الأساسية مقارنة. الإف ستيتمنت هذه أساسية، ولكن كيف بتتم؟ كيف تسخر هذه المقارنة؟ كيف يتم استغلال هذه المقارنة لا إيش اللي هو لا إيجاد أكبر أو أطول شخص من بين 10؟ شلون يعني أنت أول مع الثاني إذا ترو أقارن إذا الثاني أطول مع الثالث أحسنت ثم أقارن الثاني مع الرابع ثم الثاني مع الخامس أحسنت. يعني أنت بدك تقارن الأول. طيب أنا بدي أعطيك سيناريو ولو أنه أنتوا لازم تعطوني إياه يا شباب. تخيل أنا عندي 10 طلاب أو 20 طالب بدي أعرف مين أطول بينهم. بالأسهل لي أطلعهم برا القاعة عندي وسكر الباب. اعتبرني أنا اسمي إيش؟ اسمي ماكس. شو اسمي أنا؟ ماكس. أنا إيش وظيفتي؟ أحتفظ بالأطول. أحتفظ بمين؟ بالطالب الأطول.
يلا بدأ البرنامج، فتحت الباب دخلت أول واحد، أول واحد يدخل أنا ماكس أمسك فيه. ليش؟ لأن بعتبر أول واحد هو مين؟ هو مين؟ الأطول، ما في حدا قبله ولا حدا بعده. فأول ما دخل مسكت فيه قلت أنت الأطول وأنا اسمي ماكس، أنا أمسك في الأطول. بعدين سوينا، فتحنا الباب مرة ثانية، دخلت الثاني. الآن قارنت بجملة الإف، إذا كنت أنا اللي ماسكه أقصر من اللي دخل، شو أسوي أنا الآن؟ إذا اللي دخل أطول من اللي أنا ماسكه شو أسوي؟ أخذ اللي أحسنت، أترك اللي أنا ماسكه وأقول له خلاص، وأمسك الرجال اللي دخل وأمسك فيه. الآن أنا لازم أحتفظ بالأكبر قيمة كماكس أو كشخص بدي أمسك بأطول طالب. بعدين أفتح الباب وأدخل اللي بعده وقارن، هل اللي دخل اللي بعده مع اللي أنا ماسكه؟ إذا كان اللي دخل أقصر ليس طويل، أقصر من اللي ماسكه، شو أسوي في هذا؟ أسوي شيء؟ أسوي شيء ولا ما أسوي شيء؟ لا ما تسوي شيء. أحسنت، بفتح الباب ودخل اللي بعده، هذا اللي دخل أقصر، ما أمسكه ولا أعمل فيه شيء، خلاص عمي دخلت الله سهل عليك، تمشي افتح الباب دخل اللي بعده. اللي دخل اللي بعده أطول من اللي ماسكه، شو أسوي الآن؟ أترك اللي أنا ماسكه وأمسك في إيش؟ في اللي دخل جديد، لأنه هو الأطول اللي دخل. فبهذه الحالة بتتكرر حتى خلص العشر طلاب كلهم، في النهاية راح يكون الماكس اللي هو أنا ماسك في مين؟ محتفظ بمين؟ الماكس أطول شخص أو بأطول الناس، أطول الناس أو بأكبر قيمة. إذن لو جينا مشينا على هالسيناريو، هذا بيجن وقرأنا العدد، هذا ريد نمبر، قرأنا العدد، ايش اعتبرنا اول عدد دخلنا، اول طالب دخل ايش اعتبرنا؟ ايش اعتبرنا اول واحد يدخل ايش اعتبرنا؟ اعتبرناه هو الماكس، فقلنا له يا رجل هو اول واحد. ايوه اول واحد هذا حال شاذ لان انت ماكس. بعدين نقول له اقرأ العدد اللي بعده، افتح الباب ودخل اللي بعده. اللي دخل نقارنه، إذا كان اللي دخل اللي هو النمبر أكبر من الماكس من اللي أنا ماسكه، ذن شي سوي؟ ستصير قيمة الماكس يأخذ العدد الجديد. إذن أول قيمة دخلت اعتبرناها هي الماكس، قلنا له ماكس اللي راح تحتفظ، مسكنا القيمة الأولى، قرأنا العدد الثاني، فتحنا الباب ودخلنا الشخص الثاني. إذا الشخص اللي دخل أطول من الماكس اللي ماسكه الماكس اللي هو أنا، فبقول له أمسك، اتركه أمسك الآن يا ماكس، أمسك اللي دخل جديد لأنه هو الأكبر. بعدين شو نسوي؟ بعدين نقرأ العدد اللي بعده، بعدين نقارن العدد اللي قرأناه مع اللي ماسكه الماكس. إذا اللي دخل أكبر من الماكس معناته بده يصير الماكس أو يمسك بالقيمة الجديدة لأن هي الأكبر. بعدين نقرأ على العدد اللي بعده اللي بعده، كم مرة نكرر؟ وبعدين عشرة، هي مش عشرة بس الآن راح نطلق. بعدين برينت، اطبع الماكس، وبعدين اند. هذه قصة إيجاد. والله أستاذ أذية وطويل. لا يا أخي تعال نشوف الجمل تتكرر متكرر. هذه ريد نمبر الأولى مع الماكس تتكرر ولا ما تتكرر؟ الثنتين ذول يتكرروا ولا ما يتكرروا؟ كرر. لا ما تتكرر الثنتين ذول. القراءة الأولى حالة شاذة، ونعتبر أول قيمة مدخلة هي الماكس حالة شاذة لكن ما تتكرر. وعندك هنا برنت ماكس تتكرر؟ لا، هذا باللون البني. أما الباقي اقرأ وافحص، اقرأ وافحص، اقرأ وقارن، اقرأ وقارن، هذه كلها تتكرر. هذا نختصرها لأن لغات البرمجة أعطتني إمكانية استخدام جمل تكرارية زي الوايل، فأختصرهم. طالع أختصرهم واختصرتهم وأحطهم داخل جملة تكرارية اللي هي زي إيش؟ جملة مين اللي قاعد من الصباح نحكي عنها إلنا يومين؟ الوايل. والوايل هذه بدأ أكرر هذه العملية كم مرة؟ القراءة والمقارنة، افتح الباب وقارن كم مرة؟
وايل العداد اللي هو الاي مثلا اقل من او يساوي 10 صح؟ انه بيقرا. طب الاي قيمته الابتدائيه كم؟ صفر. كيف صفر يا رجال؟ واحد. واحد واحد. ولازم تزيد هذا اند وايل، ولازم لا تنسى تزيد قيمة العداد، تزيد قيمة العداد اللي هو i equal i plus 1 لازم. فهذه ثلاث أمور للعداد تحطها زي اسمك قلنا، لأنه أنت عندك معدود ولا ما معدود؟ قال لك اقرأ لي 10 أعداد وجد لي إيش أكبر قيمة، خلاص معدود. إذن على طول ثلاث أمور، قيمة ابتدائية للعداد، العداد يكون شرط للتوقف، النقطة الثالثة والمهمة أنه لازم يتم تغيير قيمة العداد داخل جملة التكرار، وإلا راح يصير عندك infinite loop. الخلل البسيط اللي عندي راح نشوفه لما نطبق البرنامج، نعمل run. بس قبل عشان اختصارا للوقت، يلا كوبي وبيست. يلا الآن نحول السيدو كود، السيدو كود هذا نحوله، طبعا ما عندي أنا كذا read number، وإنما النمبر عندي كذا يساوي input input أحسنت إيفال please enter number مثلا number one الرقم الأول. طبعا لازم إيفال، حطيته عند هنا أو حطيته هنا، هذا إيفال حطيته هنا مش مشكلة. قرأنا النمبر واعتبرناه هو الماكس. طيب هذه القراءة قلنا 10 أعداد سوف يتم قراءتها وتحديد صح، وهنا العداد من 1 إلى 10، يعني كم عدد راح يقرأ؟ كم عدد راح يقرأ يا الحبيب؟ إذا في قراءة اللي هي برا العداد برا التكرار واحدة، وهنا عندك من 1 إلى 10 كم مرة؟ 10، يعني كم؟ 11. إذا ما لازم يبدأ العداد من 1، لازم يبدأ منين؟ غير لا من 2 إلى اللي يساوي دكتور دفل. من 2 كذا بضمن إنه واحدة راحت للقراءة اللي هي الأولى اعتبرناها هو الماكس، وباقي من 2 إلى 10. مثل 10 كم قيمة يقرأ؟ 9. الله يرحم والدينا والديك. خفت تقولي 8. 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، 9 أرقام كذا صار 10 المجموع، قراءة بالأول و9 من 2 إلى 10. اقرأ العدد، قلت لك هذه ما في داعي نعيدها، اقرأ العدد هذا قرأناه. وتابع على جملة الواي لا تنسى، وجملة الواي احتاج لها نقطتين، هاي أخطائي، والواي غلط كابيتال وإنما الدبليو سمول، أخطاء لازم تتعود على معالجتها. وعندك هنا اف، الاف كابيتال غلط، وعندك الذن ما في ذن نقطتين، وهذه المسافة البادئة داخل الاف. وبعدين ايش عندك؟ عندك هنا الاي، ايش عندي غلط؟ قولوا لي اند الوايل، هاي ما في اند وايل، والبرنت بالسمول. يلا يا شباب في اخطاء؟ في اخطاء ولا ما في اخطاء؟ لسه باقي اخطاء، الاند هذه غلط الأخيرة. ولسه حاطط لي نقطتين، اعرف شو الغلطين، انا تعبت. اندنت المسافه البادئه في الجمله الخامسه، قال لي هذه الوايل غلط تحطها، هذه وايل تابع للبرنامج. كذا اموري تمام وما في اخطاء. ماكس بعد ايش الماكس؟ سمول والباقي. الماكس سمول، ماكس كابيتال، احسنت. هذه ماكس ممتاز. لا هي كابيتال، حطيناها كابيتال بالاول، خلاص خليها سمول، يعني مش مشكله كلهم سمول او كلهم كابيتال بدك اياه. اموري تمام، اموري تمام. باقي واحده في 8. في اللاين 8 عندي الماكس، انا برضو لازم تكون سمول، يا عيني عليكم. دائما تعودوا واخطئوا نفسكم بالعمد. طب يا استاذ راح تقول لي والله يا عمي، طب انت كتبت لي هنا، احرجتني، كتبت لي بليز انتر نمبر 1 صح؟ لازم تاذيني، لازم يا استاذ تاذينا صح كذا، راح يطلع الرقم الثاني نمبر وشو؟ 1. لا انا ابغاها فنيه كذا، شفت الدبل كيك؟ بدي اياها فنيه. يعني ايش فنيه؟ يعني الرقم الثاني يقول لي بليز انتر نمبر
ابليس انتر نمبر 3 كذا شغال. واحد بيقول لي كذا شغال يا استاذ هاي 10 ارقام بس يا اخي حلو جميل برنامجك يكون جميل. شوف نمبر 1 كذا حلو دخلت الرقم الاول 2 الرقم الثاني شوف ما طلع لي غير انتر نمبر 66 طالع. في عندي غلط هنا ببرنامجي قال لي غلط عندك does not support between instance string انا نسيت هنا احول لمين لا احسنت لايفال ولا كيف هذا رقم كيف تقارنه مع string اموري تمام الان بس مع ذلك بدي الرسالة تكون جميلة. شوف طالع الآن دخل العدد الأول 33 العدد الثاني 66 العدد 10 5 8 مين أكبر عدد لحد الآن 66 صار 99 44 2 و2 و5 طالع قال لي مين الأكبر 99 بس حطوا رسائل جميلة يا إخوان جمل برنامجك ذا ماكسيموم نمبر از كذا جميلة يا أخي حط رسالة كذا يعني نعتبر أنك أنت مبرمج ناجح إن شاء الله جميعكم. طيب وهنا الرسالة يا أخي دخل لي يعني هذا السترينج ادمج لي معاه شيء يعني بين فبقول لك ولا كيف ندمج السترينج لسترينج كيف لما أخذنا السترينج ندمج معنا كيف نلحق اسم محمد الحربي كيف ألحقناهم مع بعض ربطناهم مع بعض إيش الإشارة اللي استخدمناها لا الكونكاتينيشن لتوصيل السترينج مع السترينج أحسنت الزائد اعمل لي كونكاتينيشن وشو قيمة الاي عشان يطلع لي بليز انتر نمبر اي بس مشكلة هذا سترينج وهذا اي انتجر كيف بدنا ندمج بينهم اذا لازم احول الاي الى سترينج شلون ايش الفانكشن اللي يحول لي من انتجر لسترينج او من فلوت لسترينج لا ايش شكل الاي لا ايش الفانكشن اللي يحول لفلوت ايش الفانكشن اللي يحول لانتجر ايش الفانكشن اللي يحول لسترينج الفانكشن اللي حول لفلوت شو اسمه فلوت اللي حول لانتجر شو اسمه انت اللي حول لسترينج ايش اسمه str هذا بحول لك من انتجر لسترينج عشان يلحقوا بالنص بعدين نحط نقطتين كده جميلات نتبع ونقول له حط نقطتين فراغ فكده بطلع بليز انتر الاي كام اثنين اثنين بحولها سترينج بصير رسالة بليز انتر اثنين نمبر 2 بعدين نقطتين بيطلع كذا شيء جميل كذا بدنا شوف 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 طالع طلع عندي هنا خطا اشوف ايش الماكس عندي غلط عندي وين عندي قوس ناقص عندي قوس ناقص شوف الان الجمال كيف شوف الجمال كيف شوف هذه انتر نمبر 1 هذه شفت الرساله انتر نمبر 2 العداد 2 دخل 33 انتر نمبر 3 مش كذا اجمل يلا يا شباب كذا اجمل ولا لا؟ هلا 60 شايف الرساله شلون طلعت هذه خمسه شلون جات خمسه؟ واحد من زملائكم سالني قال لي استاذ ليش ما حطينا فاصله؟ كلام جميل ولا ما هو جميل؟ جميل ليش ما حطينا فاصله؟ قلت له حبيبي هذه انبوت هذه برنت البرنت هذه تستطيع تستخدم الفاصله تستخدم لانه هي مصممه كذا صمموها اهل البايثون اللي صمموا لغة البايثون انها راح تستقبل اوامر عشان تخرجها على الشاشة فماكس عنده يفهم انه محتوى ماكس اما هنا انبوت ما استخدمت عشان والله تخرج على الشاشة مش هدفها الرئيسي هي القراءة بس هذه رسالة توضيحية ايش اللي تدخله بس فهذا نص لازم يكون متصل كامل يعني هذا نص لازم يكون متصل تستطيع تبنيه داخل جسم الرسالة انبوت او انك تيجي تقول له مسج كده تقول له مسج رسالة وتساوي وتحط له إياها تحط له رسالة فاهمين علي؟ مش فاهمين علي كيف بوصل أنا الرسالة مش كذا؟ هذا رسالة مش هذه مالتي بقدر أقول له هنا إيش مسج تساوي هذا الرسالة مالتي بعدين من العجلة وهذه اكتب ايش مكانها ايش اكتب مكانها مسج مسج بس في قوس في المسج ناقص في قوس ناقص حطيته او ما حطيتوش ما هي اصلا سترينج يعني بالنهايه هذه مسج في نفسها قصدي يعني انت كتبتها
فهذا راح يطلع لك اياها نفسها. نعمل ريرون طالع، هذا العدد الاول، العدد الثاني، العدد الثالث، العدد طالع. فهي هنا الانبوت، الخلاصه اللي بوضح لك انه يعني هنا هذه انبوت مش مصمم عشان والله تستخدم فواصل وعلامه عشريه هذه، لا يا عمي هذه كذا مصمم نص متصل مع بعضه. فانا ارجع مثل ما كان اول بالنسبه لي انا بعتبره افضل اختصارا للوقت. حلو الكلام ولا لا؟ جميل ولا ما هو جميل؟ جميل. لكن الأجمل اللي مصحصح 55 44 55 111 200 350، الرقم 25 11، فأكبر قيمة راح تكون كم؟ 350. وخرج خارج التكرار لأنه خلص، فطبع ذا ماكسيموم 350، وطبع الجملة اللي تحت اللي احنا معنا شايفينها هذه تابعة للبرنامج برضو This is the end of the program. يلا يا اخوان لو كان مش ماكسيمم ابغى مينيمم، وش اغير؟ الاشارة ولا؟ اي اشارة؟ المقارنة الاف. احسنت الاف. بس واحد من الطلاب قال لي لا يا حبيبي هذه خلاص ما هي من 10 اعداد يعني هذه ما لها علاقة، تغير شو تغير؟ هذا واحد من الشعب اللي قبلكم بغير بس عشان توجد الماكس المينيمم هذا وبس. طالع حطه بدل ما هي اكبر من اصغر من وبس. طبعا ادبا ادبا وخلقا تغير بدل اسم ماكس وشو ميني صح بس مائل. اما لو شغلتها كذا بس عكست الاشاره راح يحسب لك الماكسيمم الماكسيمم ولا المينيمم؟ مينيمم المينيمم. بس ادبا ادبا يعني عشان تكون مبرمج محترم والناس تحترمك تقول له اه والله يعني عيب اني اسميه ماكس وهو بده يجيب الميني. بس اذا يعكس بس الاشاره يا الحبيب فقط، وين ما في ماكس اقلبها لمين. هذا الجمال في البرمجة، الجمال انك تحلل تستنتج. وطالع هنا برضو الرسالة راح تطلع غلط لو قلنا له ذا ماكسيمم هي ذا مينيمم. يلا يا شباب قد ما نستعجل متأخرين. يلا هذا نمبر 1 55 6. مين أصغر قيمة لحد الآن؟ 6. أحسنت. اثنين صار للأسف، دخلنا اثنين آخر واحد. يلا اثنين خلاص الحديث هذا الأمور تمام. ننتقل على اللي بعده. إذن هذا كان بالكونتينيو والبريك. لسه ما حليت الكونتينيو. شوفوا الكونتينيو، الكونتينيو لو بدي استخدمها طالع هنا بدي يجي عند الوايل اذا كانت اقل بده ياخذها المينيمم. الان عكسنا، اذا فتحت الباب لقيت اللي دخل اكثر انا بدي اترك اللي عندي وامسك في الجديد، صح ولا لا؟ طب اذا كان لا، اذا كان اللي دخل عندي الان، احنا عكسنا الان مثالنا على المينيمم يعني الاصغر، اللي دخل ما هو اكثر اطول، شو اسوي فيه؟ اسوي شيء؟ أسوي شيء؟ لا ما أسوي شيء. روح كونتينيو افتح الباب وقرأ اللي بعده، اقرأ اللي بعده. فكيف هذا أسويها؟ ولا شيء، ببساطة شديدة بقول له إذا اللي دخل ما هو أصغر، ليس أصغر يعني كان أكبر، إذا ما تسوي شيء. شو يسوي كونتينيو؟ شو يسوي كونتينيو؟ طب وإذا ما كان إيش؟ ايش رايكم الان بالتعديل هذا؟ قرأنا العدد، اعتبرنا اول قيمه هي الاصغر، بدينا دخلنا اللوب، قرأنا العدد الثاني، العدد الجديد فتحنا الباب، اذا كان العدد الجديد اللي داخل اكبر من اللي ماسكه انا ابغى المينيمم، شو اسوي؟ يصير هو المينيمم. اسوي شيء؟ اللي كان ايش العدد الجديد وشو؟ أطول أو أكبر من العدد اللي أنا ماخذ، أنا أبغى المينيمم الآن. ما نسوي شيء ولا شيء، قلت له كونتينيو، كونتينيو قفز فوق. وإيش قرأ العدد اللي بعده؟ طب افرض قرأنا العدد اللي بعده، وليكن احنا المينيمم عندنا الآن، قرأنا أول عدد المينيمم هو 10. بعدين دخلنا على الوايل. قرأنا العدد الثاني 7، هل السبعة أكبر من العشرة؟ لا. لا، ما راح يجي على كونتينيو، راح شو يسوي الآن؟ يسجل 7 هي المينيمم، راح يعتبر السبعة هي المينيمم ويزيد العداد بواحد
ويرقى فوق. حلو الكلام ولا ما حلو الكلام؟ حلو الكلام. بعدين يقرأ العدد، بعدين يشوف افرض قرأ العدد الآن 15 المينيمم 7، هل ال 15 اكبر من 7؟ ايه نعم، بيجي عند الكونتينيو وبيقفز فوق. فعشان يكون برنامجنا سليم، في خلل في برنامجنا، مين الذكي يقول لي وش الخلل؟ البريك. لا البريك ما هذا، قلت لك هذا تنتهي. الخلل هو انه زيادة العداد بواحد لازم تكون، ما حيزيد قبل، احسنت، قبل لما يجي كونتينيو ما راح يزيد، فراح تكون قبل الاف. قبل وشو؟ الاف. كذا امورنا تمام. طبعا دخل العدد رقم واحد، قرأ زاد العداد بواحد، جاء كونتينيو قفز فوق، قرأ العدد اللي بعده كونتينيو. لان لو حطيتها تحت هذه، لو حطيتها تحت ايش بصير عندي المشكل؟ المشكل عندي لما كونتينيو بقرأ بس ما ينحسب هذا العدد من ضمن الاعداد، لانه كذا ما تحرك العداد. فاهمين قصدي؟ ما تحرك العداد، لازم تحط العداد فوق. واضح يا شباب؟ لازم تحط العداد كذا i equal i plus 1. فلاحظ هنا الان لما نيجي نطبق، نمبر 1 قرأنا، نمبر 2 قرأنا، نمبر 3 قرأنا، نمبر 4 قرأنا، نمبر 5 قرأنا، نمبر 1 هذا خلي ناقص 12. مين اصغر قيمه يا اخوان؟ ناقص 12. ناقص 12 وطلع. فاذا هذه كونتينيو، ما راح يجي على الجمله هذه، هذه معناها الكونتينيو. اذا دخل، اللي دخل كان اكبر من المينيمم اللي انا ماسكه، مشي. ايش يعني مشي؟ كونتينيو يقفز فوق. طب هذه مشكله، لو كنت انا العداد حاطه تحته تحت الكونتينيو كذا، معناته هذه ما راح يجي العداد في هذا الرقم اللي دخلناه كان اكبر من القيمه الصغيره. قارنته لو حطيته تحت راح يقرا اكثر من 10 ارقام، فعشان كذا انا حطيته فوق عشان اضمن انه يعدي عليها قبل ما يجي عند هذا الفحص. ناتي الان يا شباب، الان هذا السلايد بيشرح لك يا سيد عزيز على جمل التكرار، وعلى انه في عندك ديفينيت لوبس. ديفينيت لوبس ايش هي؟ الجمل اللي تحتاج الى ايش؟ الى عداد ولا بدون عداد؟ مش قلنا يا شباب عندكم اللوبس نوعين؟ تحتاج عداد. احسنت، في عندك الديفينيت لوبس اللي عدد العمليات او عدد التكرارات محدد، هذا بنحتاج عداد وبنستخدم عداد، والعداد بيكون شرط للتوقف. وفي عندي نوع اخر من التكرار بنسميه انديفينيت لوب، عدد العمليات غير محدد، بقول لك ريد نمبرز اند فايند سميشن، بس هنا بده يستعيض عن عدد العمليات بشرط توقف حتى تقرا الهاش. مش حكينا عنه هذا ولا ما حكينا عنه؟ ايه ممتاز. الان بالنسبه للنوع الاول هو ديفينيت لوبس، في جمله اخرى غير الوايل مشهوره، مشهوره هذه الجمله اسمها الفور، هذه ضروري تستخدم بس مع الديفينيت لوب. طيب الوايل استخدمت مع الديفينيت ولا انديفينيت؟ الوايل استخدمناها مع الديفينيت ولا انديفينيت؟ ديفينيت. ديفينيت. والانديفينيت ما استخدمنا وايل، صح؟ لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. يا شباب انا قاعد يومين وانا قاعد باطح حتى اقول لك انه الوايل تكرار سواء كان ديفينيت ولا انديفينيت، واخر شيء تقول لي والله ما تستخدم الوايل غير مع ديفينيت، وهذه الاسئله ما حليناها احنا، ما حلينا هذا المثال. لا في الثنتين. طيب اذا تستخدم مع الثنتين، قولوا لي تستخدم الوايل مع الثنتين، مع الديفينيت واندفينيت. اما الفور اللي راح تجينا الان ما تستخدم غير فقط مع الديفينيت بس، اللي هي عدد محدد من العمليات، يكون العدد معلوم. اما اندفينيت ما تستخدم الفور. اذا ديفينيت لوبس عدد العمليات تكون محدد، هذا نستخدم فور. الفور اسهل من الوايل. اول شيء تعال نشوف شكل الفور، كيف نستخدم الفور، كيف شكلها. شكل الفور ببساطه شديده، هذا السلايد ولا
شكل الفور هذا هو. كلمة فور بالسمول كلمة محجوزة. هنا الآي وهو عداد وهو ماسك للقيمة، راح تفهم بعدين كلامي. N يعني فور آي حتى تكون قيمة آي في رينج، رينج في نطاق. ستارت بوينت اللي هي نقطة البداية، الاند بوينت اللي هي نقطة النهاية، والستبس الخطوات. آي راح تاخذ القيم من الستارت بوينت للاند بوينت. هذه صورة. الصورة الأخرى إنها تكون ليست. خلينا نأخذ الصورة الأولى، شوف كيف الصورة الأولى. لو جينا إحنا الآن قلنا لك اطبع لي الأعداد، اطبع الأعداد من 0 إلى 9. شلون؟ هذه 4 بالسمول، 4 العداد I N قيمته N، رينج هذه دالة فيها 3 باراميترز أو 3 arguments، 3 معطيات. نقطة البداية، نقطة البداية راح يبدأ قلت لك منين؟ من 0 فاصلة نقطة النهاية قلت لك لحد 9. أيوة هنا ما بنقول له 9، بنقول له أعلى من 9 بواحد، يعني حد 10. خلينا أوضح لك. شوف ما أبسط الفور، برينت وتقول له اي. يا سلام، بس هذه يا استاذ. ايوه، اطبع لي الاعداد من 0 إلى 9 هي 4 اي ان رينج 0 نيتن، وبعدين داخل الفور. شوف حطيت مسافه بادئه، هذه الجمله تابعه للفور. برنت اي. طب وين زياده العداد بواحد؟ وين؟ طبعا ما تنسى اهم غلط غلطنا فيه. ايش الغلط؟ واقف عنده هاي الرجال واحد، ايش غلط؟ نقطتين. هنا كيف يشتغل الفور؟ أفهمك. شوف الفور كالتالي، بسم الله. بيجي عند الفور الآي بياخذ قيمتها كم؟ 0 قيمة البداية. نقطة البداية، نقطة البداية كم القيمة البدائية؟ 0. سامعني؟ 0. بعدين مش يدخل داخل جمل الفور، لا، أخذ النقطة اللي هي أعطى قيمة ابتدائية اللي هي 0 للآي، بعدين سأل سؤال، هل الآي اللي قيمتها 0 أصغر من 10؟ مش أصغر من أو تساوي، أصغر من مين؟ 10. من 10 أصغر من، عشان كذا هو بيطبع 10 ولا ما يطبعها؟ ما يطبع، ما يطبعها. أحسن، أصغر من 10، إذا ترو يدخل. هل الصفر أصغر من 10؟ ترو. جاء دخل طبع الآي اللي هي 0. شوف طالع، وبعدين خلص الجمل التابعة للفور. هنا جملة واحدة تابعة للفور، وجاء يرقى فوق، وهو يرقى قبل ما يرقى زاد العداد بواحد. كم صارت قيمة الآي؟ واحد. واحد. سأل هل الواحد قيمة الآي أصغر من 10؟ ايه. دخل طبع، زاد العدد. هل الزيادة مكتوبة عندي، ظاهرة عندي؟ لا لا، هذه جوامل جملة الفور. الفور قبل، بعد ما خلص الجمل آخر جملة ويبغى يرقى فوق للفور، بزيد العداد بواحد، بيظل يزيد ويقارن ويطبع، بعدين يزيد ويقارن ويطبع، بعدين يزيد. شوف الزيادة ما أنا أكتبها، هو لحاله. لو كتبتها على الفاضي، لو جاء واحد يتفلسف يتلقف وقال لي I تساوي I plus 2 ولا يشوفها ولا يطالعها، ما له علاقة فيها، هو يزيد أوتوماتيكلي. طالع، نعمل run. طبع من كم؟ من 0 إلى 9. طب لو أبغى أطبع من 5 إلى 15 شكتب؟ من 5 إلى 16. أحسنت، من 5 إلى 16. يعني إيش الشرط؟ أقل من 16، صح. يأخذ قيمة البداية الآي 5، يسأل هل هي أقل من 16؟ نعم، ينفذ. هو راقي فوق، يطلع فوق مرة ثانية على 4، يزيد العداد بواحد، صار 6. هل 6 أصغر من 16؟ نعم، ينفذ الطباعة. هو راقي فوق، بعد ما خلص جملة الفور هو راقي فوق، يزيد العداد بواحد، صار كم؟ 7. هاي 7، وهكذا. طب لو جاء عند 15، إذا أيوة، وإذا جاء عند 15
15 أصغر من 16 نعم طبع زاد العداد بواحد ورقة فوق صار 16 هل 16 أقل من 16 لا فولس يطلع برا جملة الفور ويكمل البرنامج وشو مثلا أطبع جملة مثلا برينت I am here طالع طبع من 5 إلى 15 خلص طبع I am here خرج من جملة الفور وكمل البرنامج لو أبغى أطبع الأعداد الزوجية من 0 إلى 18 شكتب الأعداد الزوجية من 0 إلى 18 شكتب even number 0 و 19 لكن هنا ما أبغى يزيد واحد صبر علي الزيادة دائما بواحد هذا الافتراضي الديفولت عنده زيادة بواحد لو تبغى تزيد بغير الواحد تحط فاصلة لأنه في ثلاثة أرجومنت ثلاث معطيات النقطة البداية قيمة ما قبل النهاية يعني هذه القيمة مش راح يصل عندها وإنما اللي قبلها وهذه الستبس الخطوات هذا وشو الخطوات هذا اللي قصدي فيه هذا الستبس الخطوات كم خطوة يمشي كم مرة يزيد على العداد كم 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 القيمة اللي يزيدها على العداد في كل مرة هنا إيش تكتب أحسنت اثنين إذا صفر يقارن هل الصفر أقل من 19 نعم طبع وهو راقط زاد العداد بكم اثنين صارت اثنين هل اثنين أقل من 19 نعم طبع بعدين زاد العداد صارت كم أربعة بعدين وهكذا طالع هنا عندي رن طبعنا بالأعداد الزوجية من صفر إلى 18 أحب ما علي طيب إذا فردية وإذا الأعداد الفردية يا سيدي من أبدأ من واحد وخلها لعشرين هذه ولا تزعل يعني هي ذكى يا الله يهدينا هديك بالعكس هذا ما لازم تسأل السؤال اسألني سؤال أقوى من ذلك طالع من واحد زيدوا اثنين ثلاثة خمسة ستة إلى 19 لأن هذا العشرين ما يصلها طيب خلنا نشوف الأذكياء الآن وهذا ما ليش ذكاء لو كانت هذه 15 فاصلة إلى 5 هذا تنازلي ولا تصاعدي؟ تنازلي لو نفذت إيش يعمل؟ إيش يطبع؟ 14 13 12 ولا يطبع شيء يجي على أيام هير وما يدخل أصلاً الفور طالع ما دخل الفور ليش؟ لأنه جاء هنا قال لك 15 قيمة ابتدائية للآي هل الآي أصغر لي 15 أصغر من 5؟ 15 أصغر من 5؟ لا أكبر يا دكتور فولس راح يطلع برا الفور وينفذ طب كيف بدي أفهمه أنه تنازلي؟ بقول لك تبغى تنازل فهمه أنه تنازلي؟ حط له الستبس وشو؟ وشو؟ يا شباب وشو يعني الستبس بدها تكون؟ أوه يا أخي التنازل إيش بده يكون؟ طرح ولا جمع؟ طرح قول لي طرح يا رجال سالب واحد يعني كل مرة بده ينقص هنا بس تحط له سالب واحد على طول بفهم انه الشرط انعكس 15 ليست أصغر من 5 أكبر من 5 يعني بيقولوا طالما انه ال 15 أكبر من 5 هذا معنى السالب واحد كل مرة بده ينقص واحد ينقص واحد ينقص واحد طالع فاللي دل على انه شوف من 15 الى 6 لانه الخمسه قلت لك ما يصلها وقلت لك اكبر من 5 مش اكبر من يساوي 5 اكبر من 5 عكس الشرط نتيجه وجود السالب فلما يكون عندك تنازل يا الحبيب بتحط سالب مش تتركها موجب ما راح يدخل الفور اصلا واضح طب واذا تبغى الاعداد من 16 إلى 0 كيف الأعداد الزوجية؟ ناقص 2 إلى ناقص 1 ليش 2؟ وتنقص هنا كم؟ 2 أحسنت ناقص 2 أما هنا من 16 لأنه أبغى الصفر كمان ينطبع الصفر طالع؟ هذا رن طالع 16 وانزل 2 2 2 2 الى الصفر خلص ايام هي بس هذا الرينج يا اخوان
يعني انت رجال الان هذه هل استطيع اعملها وايل؟ نعم. 16 ناقص 1 وايل نعم، بس يا اخي راح تاخذ مني وقت. شوف الفورما اجملها، بينما لو بالوايل بالله عليك طالع هذا الاي بدي اعطيها قيمه ابتدائيه تبدا من كام؟ من 16 صح ولا لا؟ وبعدين اقول له الوايل، وايل وشو؟ الاي اكبر من كم؟ قلنا ايش؟ سالب 1 صح ولا لا؟ معاي انت ولا لا؟ ايه. وبعدين اقول له اطبع، وبعد ما اقول له اطبع شو اسوي في الاي؟ بلس 1 لا ماينس 1 ناقص 2 ماينس 2. وبعدين يا سيدي العزيز هذه القصه. شوف يا الحبيب يعمل نفس النتيجه، نشوف اعطاني نفس النتيجه ولا لا؟ اعطاني نفسها. احسنت. بس يا اخي ليش؟ والله الفور اجمل صح ولا ما هو صح؟ فان واحد صح. هذا الفور عندي اجمل والله، فور واي وان والرينج واعطيه. طيب لو اعطيته كذا رينج 10 ايش يطبع لي؟ نقطتين. يطبع لي من كم لكم؟ إذا أعطيته قيمة واحد بفهم إنه هذه تبدأ من الصفر، القيمة الأولى دائما من الصفر. إلى كم؟ إلى 9. أحسنت، إلى 9. إلى 9. طبع لي من صفر إلى 9. طيب. الآن يا سيد العزيز في شكل آخر للفور. وشو؟ اللي هي الليست. شلون يعني ليست؟ تعرف الليست؟ ولا نسيت الليست؟ يعني بدل ما تقول له ان رينج ارقام، ما هي ارقام، هي قوائم. بتقول له اي ان ليست، تفتح القوس وتحط له الليست. الليست مثلا احمد فاصله، الليست علي عنصرها الثاني فاصله، مش شرط اسماء، ممكن تكون وشو، ممكن تكون وشو ارقام. هنا ايش يطبع لك؟ هنا بفهم انه يا اي خذ محتوى الخليه الاولى وشوف هل رتبتها، رتبه الخليه الاولى تبدا منين؟ الليست تبدا الرتب منين؟ الصفر. من الصفر. فهذه رتبه الخليه الاولى في الليست صفر، رتبه الخليه الثانيه في الليست واحد، رتبه الخليه طالع. هنا فريند سميت انا هنا عندي الليست فريند. يا اخي ماشي شرط الفريند، اسف العداد اللي هو راح يمسك قيمه. الان هنا العداد مش راح يكون عداد، هنا راح يمسك قيمه ومحتوى الخليه وراح يمشي بالترتيب. الخليه الاولى رتبتها صفر خلص، الخليه الثانيه رتبتها واحد خلص، الخليه الثالثه رتبتها اثنين. فمحمد راح تتخزن في فريند محتوى الخليه، هنا تصرفه غير تصرف لما يكون اعداد رينج. ايش راح يطبع لك هنا؟ فور اي ان احمد علي سعد، ايش راح يسوي؟ ايش راح يطبع لك؟ اول خليه محتواها راح يتخزن في اي يطبعه، وهو راقي ينتقل على الخليه اللي بعدها. ياخذ المحتوى يخزنه في اي يطبعه، وهو راقي ينتقل على الخليه اللي بعدها من خلال الرتب. طالع حذرا. ايش طبع؟ احمد علي سعد. الو سامعيني؟ سامعينك سامعينك. اذا هنا بتعامل مع الليست بشكل مختلف. واحد بيقول لي استاذ هل يجوز اعملها بالوايل؟ نعم بالوايل تجوز تعملها. مين قال لك ما تجوز تعملها؟ قال لي اثبت لي يا استاذ. ولا يهمك، بس بالوايل هاي اعتبرها ليست اوف نيمز من الاسماء يساوي هذا الليست. بعدين تعال للوايل حط عداد. العداد هذا راح يمسك الرتبه، العداد هذا راح يمسك الرتبه، سميه اندكس. هذا العداد الاندكس منين يبدا؟ الرتب تبدا منين الخلايا؟ صفر. من صفر طبعا. شيل هنا الدائرتين النقطتين عشان ما يؤذين. وبعدين بتقول له وايل. وايل طالما انه الاندكس ماله اصغر من او يساوي وشو؟ كم؟ كم؟ ثلاثة. لا الاندكس بادئ بالصفر، اذا اقل ما يساوي كم؟ اثنين. اثنين نقطتين.
شو يسوي؟ اطبع. وش اطبع؟ محتوى الخليه اللي رتبتها صفر. شلون اكتب له محتوى الخليه رتبتها صفر؟ محتوى الخليه اللي هي اسم الليست قوسين اندكس، محتوى الخليه اللي قيمتها صفر بس. وش نسوي بالعداد هنا؟ نزيده ايش؟ واحد. نفس اللي شوف، هذا برنامج وذاك برنامج، هذا بالوايل وهذا بالفور. طالع طبع لي، ما الاسهل لي والله يا استاذ هي الفور. طب يا اخي ما احنا عارفين اللي اسهل لك الفور، اللي يقول لك غير ذلك يخطئ. شوف بقول له فور، فور مثلا الاي ان ايش اسم الليست اللي فيها الاسماء؟ ليست نيم. ليست نيم، حط نقطتين، قل له اطبع لي. وش اطبع لك يا اخي؟ قل له اطبع لي بس الاي. طب والزياده؟ هو بيزيد، بيزيد الرتب، بيزيد بس. وتقول له اي بس، بطبع لك كل اسماء. فالاي راح تاخذ قيمه احمد تطبع وتزيد الرتبه بواحد، وبعدين تيجي الاي راح تاخذ قيمه علي الرتبه اللي بعدها او الخليه اللي بعدها ويطبع علي، وبعدين الاي راح تاخذ قيمه سعد. ففي مثال اعطيك اياه في المذكره، جايل لك اطبع لي. وش اطبع لك؟ اطبع لي هنا ويلكم، جود مورنينج لكل الاسماء، لاحمد مره ولعلي مره ولسعد مره. كيف نحل هذه؟ هذه الاسماء كيف بدي اطبع؟ بقول لك اطبع لي ولا شيء يا اخوان. هذه الاسماء محمد وعلي وسعد مش موجوده بليست، وبقول له خذ قيمتك يا اي من الليست، فعلي اي ياخذ قيمته من احمد، بعدين بعدها بس يخلص وينفذ الجمل الفور، بعدين يرجع مره ثانيه للفور، بده يروح ياخذ قيمته الجديده علي، بعدين ولا شيء. بده له اطبع. اطبع وشو؟ برنت ايش؟ جود جود مورنينج ايش؟ جود مورنينج فاصله، اسف علامات تنصيص فاصله اي بس. مش اي راح تاخذ قيمتها من الليست؟ لا. محتوى الخليه الاولى خلص، محتوى الخليه الثاني خلص، ولا شيء. هذا هم. شوف لما نعمل رن، شوف جود مورنينج احمد، جود مورنينج علي، جود مورنينج سعد، خلص خرج خارج الفور. هل دائما بس القيم يا استاذ نصيه في الليست؟ لا. مين قال لك؟ هذا نص ممكن يكون هنا ايش؟ عدد. واضح؟ واضح. فهي مش شرط. طالع هذا رن، شوف طالع، طلع لي. طب يا استاذ هل يجوز الليست تكون عدديه كامله؟ نعم. 455. يا استاذ انا فهمت لك، معناته لازم يكون تصاعدي صح؟ 500 صح. بالليست ما له علاقه بالتصاعد وتنازل حبيبي، المهم انه يمشي بالترتيب. محتوى الخليه الاولى ياخذها، خلص محتوى الخليه الثانيه ياخذها، خلص محتوى الخليه الثالثه يعني ياخذها وينفذ، بعدين خلص وهكذا. واحد بيقول يا استاذ والله فهمت هذا تصاعدي صح. شوف طالع يطبع لي اياهم مع جود مورنينج عاد، مش مشكله. طب هل يجوز تنازلي يا ابن حلال؟ ما هي تصاعد وتنازلي، يعني هذا ممكن تكون بدل 1000 تكون كم؟ 50. المهم انه بيمشي بالترتيب حسب ايش الخلايا. الخليه الاولى خلصها ينفذ، رجع ياخذ الخليه الثانيه وهكذا. واضح؟ طبعا 455 550. فهمت كيف يتعامل مع الليست؟ ايه. فهذه يا شباب الليست زي هذه، ما تخاف مش راح نعمل شيء. هذه كوبي وهذه بيست. ايش يطبع هنا؟ ايش يطبع قيمه الاي؟ ايش يطبع؟ 4 3 احسنت. 4 كل محتوى، اول واحده 5 ينفذ الطباعه، بعدين يروح الان هو راجع ينتقل لمحتوى الخليه الثانيه. فالاي اللي هي الاربعه تخزن في الاي، فهاي معناها 4i، يعني 4 قيمه الاي تؤخذ من الليست التاليه. 5 نفذ، 4 نفذ، 3 نفذ. مش مهم الترتيب، يعني هذه ممكن تكون 40. شو يطبعها؟
40 ولا ما هي 40 تطبعها بالترتيب طالع هذه 45 يمر عليهم بالترتيب. طب هذه نص يا استاذ. ايوه نص. وش المشكله؟ وياخذ النص مع الرقم هذا ليست. المهم يمشي عليهم بالترتيب، الخليه الاولى خلصها، الخليه الثانيه خلصها، الخليه الثالثه خلصها، الخليه الرابعه وهكذا. وسلامتكم.